الثالث فاز معنا وهنيناه، ولكن لم نذكر توقيت الزمني لأقدم عذري واحترامي له على عدم ذكر ذلك التوقيت إلى أن يصل التوقيت الزمني بإذن الله تعالى. حمدان الجحافي أبو خالد له الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أبو سعود نايف بن سعود البلوي، نتواصل ونجدد اللقاء من جديد من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان الوثبة عاصمة الميادين الذي يشهد هذا الانطلاق. شوطنا الثالث خصص للأبكار لسن الحجايج، 3 كيلومترات هي المسافة. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول لكي نتعرف على الصدارة من تاتي مع المقدمة. هنا مع البداية الأولى غزر لساري بن محمد بن كراز المهيري، من يقدم لنا غزر مع البداية. انتقل مباشرة إلى المركز الثاني وراء الوصول من الهبيبة محمد بن صالح بن نصر العامري، من يقدم رجل المفاجآت الهبيبة مع المركز الثاني. ثالث المراكز الواصلة والمنطلقة مشاهدينا الكرام تتقدم في هذه اللحظات وتأتي بهذا المسار. هنا تغير من مركز إلى مركز، يا سلام. الواصلة مشاهدينا الكرام هنا تتقدم مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول اللي هي في مقدمة الشوط. حضور تعود الملكية مشاهدينا الكرام لصالح بن خلفان بن حميد الصوابي، من يقدم لنا حضور مع مقدمة الشوط. المركز الثاني من تأتي مشاهدينا الكرام غزر ساري بن محمد بن كراز المهيري، وفي ثالث المراكز الهبيبة تعود الملكية مشاهدينا الكرام، من يقدم الهبيبة محمد بن صالح بن نصر العامري. المركز الرابع تتقدم في هذه اللحظات وتأتي مشاهدينا الكرام في هذا المسار الخوارة خليفة بن نصيب بن خليفة الخيلي، ولكن من اللي وصل؟ من اللي وصل؟ علي بن مشري بن راشد الظاهري يقدم لنا الطليلية، تتقدم مباشرة هنا الواصلة والمنطلقة في هذه اللحظات. أرى مشاهدينا الكرام الشاهينية أحمد بن عوضي بن يحيى المنهالي، من يقدم لنا الشاهينية. الكل هنا يتقدم. وصلت الوضيحية، عبد الله بن سعيد بن سيف بن حمد المنصوري يقدم لنا الوضيحية والواصل والمنطلقة. هنا مشاهدينا الكرام الزاجلية لحميد بن حمد بن محمد بن عصيان المنصوري، من يقدم لنا الزاجلية. الكل بدأ ينطلق، الكل بدأ يتقدم. حضور وقدوم هنا، أرى اللي وصلت مشاهدينا الكرام. متعة أول إذاعة لعبد الله بن غصاب بن مصبح رعى الطيرة العامري، من يقدم لنا هذا الشعار والاسم. تغير من مركز إلى مركز، ولكن نعود إلى البداية إلى الكيلو الأخير. هنا مثل الذهبي من الحجائج، يا سلام، في مقدمة الشوط وفي المركز الأول ما زالت المسيطرة. حضور مع البداية تعود الملكية لصالح بن غلفان بن حميد الصوافي. المركز الثاني تأتي مباشرة هنا وتأتي الطليلية تعود الملكية علي بن مسري بن راشد الظاهري. الواصلة هنا تتقدم غزر، تصل غزر بن كراز ساري بن محمد بن كراز المهيري، يا سلام. ولكن لهبيبة تتسلل إلى المركز الثالث، تعود الملكية محمد بن صالح بن نصر العامري. ولكن هنا البداية الأولى، يوسلوب قايد المصانع الجنوبية يحضر بكل قوة مع متعة النواميس، متعة الفوز والانتصار. يا سلام، عبد الله بن غصاب بن مصبح راع الطيره العامري هو مسيطر مع البداية، يبي السلامات لهالي زاخر لهالي العين. يا سلام، البداية الأولى، هنا البداية متعة وغزر ومتعة، ولكن متعة عبد الله بن غصاب بن مصبح راع الطيره العامري، من يقدم لنا هذا الاسم والشعار. غادرت بالناموس، سلام زاخر، سلام العين، سلام، سقى الله دارك. والتهنئة للداعم الرسمي لهذا الشعار غصاب بن مصبح راع الطيره العامري. أسعد الله صباحك يا أبو سعيد على هذا الفوز والناموس والانتصار. المركز الثاني من تاتي غزر ساري بن محمد بن كراز المهيري. المركز الثالث كان من نصيبه مشاهدينا الكرام رياد عبد الله بن صالح بن محمد الرزق العجمي. رابع المراكز، وصلت في رابع المراكز مشاهدينا الكرام مطره صالح بن حمد بن محمد ابو صلعه. المركز الخامس كان من نصيب الحقه سيف بن محمد ال سالمين المنصوري.
أربع دقائق 19 ثانية أربع من الأجزاء. هانينا والناموس لمالك عبد الله بن غصاب بن مصبح على عطيره العامري من قدم لنا متعة في هذا الشوط ونال شرف الناموس وهدى على عطيره هذا الفوز والانتصار. وسلام زاخر سلام وسلام يا أبو سعيد سعد الله صباحك. غصاب بن مصبح على عطيره قائد المصانع الجنوب على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني غزر أربع دقائق 20 ثانية سبعة من الأجزاء. هانينا والناموس لساري بن محمد بن كراز المهيري ثالث. المراكز مشاهدينا الكرام كان من نصيب أربع دقائق 20 ثانية سبعا من الأجزاء. تهانينا والناموس لمالك ريادة عبد الله بن صالح بن محمد الرزق العقمي. تهانينا والناموس للجميع.